أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح لحضور الاحتفال بافتتاح مركز البحرين للمعلومات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بجامعة الأمير سونغالا في مملكة تايلاند الصديقة. بهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يولي اهتماما كبيرا بدعم شتى أنواع العلوم والمعرفة داخل البحرين وخارجها، وذلك انطلاقا من إيمان سموه اللامحدود بدور العلم في بناء الإنسان وتنويره وجعله قادرا على المساهمة في تطوير الأوطان ونهضتها على أسس قوية من المعرفة والاطلاع. وقد ألقت وزيرة الصحة كلمة في حفل الافتتاح عبرت فيها عن سعادتها بأن تشهد هذا الحدث الهام في بلد صديق تربطه علاقات متينة مع البحرين تصل إلى قرابة 40 عاما. وقد أشارت وزيرة الصحة إلى أن البحرين كانت وما زالت وطنا معطاء وعونا وسندا للجميع، وأن الأيادي البيضاء والكريمة من لدن سموه لها الأثر الإيجابي في نهضة وتطور المجتمعات وتقدمها على المستويات كافة. أبدت سعادة الوزيرة إعجابها بما شاهدته في مركز البحرين للمعلومات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة وما يتميز به من ملامح عصرية تضاهي ما وصلت إليه المراكز العالمية وما يشتمل عليه من تقنيات وتسهيلات وكتب ومطبوعات تلبي احتياجات جميع الطلبة والدارسين. من جانبه عبر الجانب التايلاندي عن شكر على هذه المبادرة الطيبة من سمو رئيس الوزراء الموقر بالتبرع لإنشاء المركز وعلى التعاون في مختلف المجالات خصوصا في المجال الصحي، مؤكدين أن البحرين دولة صديقة لمملكة تايلاند وأن البلدين يحرصان على توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات مستقبلا. وكانت سعادة وزيرة الصحة قد شاركت في وقت سابق لحفل الافتتاح في ورشة عمل عقدت نظمتها جامعة الأمير سونغالا في تايلاند بهدف تعزيز أوجه ومجالات التعاون المشترك في مملكة تايلاند وفي هذا المجال الصحي. تشرفنا نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أن نفتتح في جامعة سونغالا في تايلاند المركز البحرين للمعلومات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله. وهذا المركز هو في إطار التعاون ما بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، ويعتبر بهذا المركز من المراكز المهمة وتاريخية في العلاقات ما بين البحرين وتايلاند. وبجود وكرم صاحب السمو الذي قدم الدعم لهذه الجامعة لمساعدة الجامعة من حيث الطلبة وأيضا الناس اللي بحاجة إلى البعثات الدراسية والاستفادة من هذا المركز، بالتأكيد راح يعزز هذه العلاقة. أتقدم بالشكر والتهنئة إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله على هذه المكرمة التي بدورها تم افتتاح مركز البحرين للمعلومات في جامعة سونغالا، وهذا بفضل دعمه الدائم والذي لا يخفى على الجميع. وقد خصصت هذه الجامعة هذا المركز للمعلومات من أجل خدمة الطلبة، وفي مقدمتها خدمة الطلبة المحتاجين من الأسر الفقيرة، والتي يقوم هذا الدعم المالي بمساعدتهم لإكمال دراستهم البكالوريوس وثم التخصص في بعض المجالات. وهذا المركز لهو مركز معلومات يعطي الطلبة في جامعة سونغالا وجميع الطلبة في تايلاند المعلومات الكافية عن مملكة البحرين ويزودهم بالمواد المعلوماتية الهامة. Prince of Songkhla University, Thailand, to establish جامعة الأمير سونغالا قامت بإنشاء مركز جديد سمي بمركز البحرين للمعلومات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بعد تفضل سموه بدعمه الكريم لافتتاح هذا المركز ليكون شاهدا على علاقات التعاون بين مملكة تايلاند ومملكة البحرين. ونتمنى أن يكون هذا المركز معلما آخر يبين مدى قوة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.